السيدة الفاضلة سوزان مبارك جارتي وأخوها اللي هو منير ثابت صديق العمر، ساكنين في شارع واحد. ولد الفنان أسامة عباس يوم 22 سبتمبر عام 1939 بمحافظة المنوفية. والده خريج كلية دار العلوم، وكان يعمل موظفا بوزارة المعارف حتى أصبح وكيل وزارة. الفنان أسامة عباس كان يعمل في مجال المحاماة، ودخل مجال التمثيل عن طريق الصدفة، حيث درس بكلية الحقوق وتخرج منها، ثم عمل بشركة النص لأجهزة التلفزيون حتى وصل لدرجة مدير عام. عن دخوله مجال الفن كان عن طريق صديقه الفنان الضيف أحمد الذي كان يزوره خلال التصوير، وبعد فترة طلب منه الحضور إلى المسرح من أجل كتابة عقد المسرحية لأنه كان يعمل محاميا، وفوجئ بأنه معهم في المسرحية. سمير غانم قال له: فكر ورد علينا، إلى أن ظل معهم 6 سنوات حتى تقابل بالفنان عبد المنعم مدبولي وطلب منه الانضمام إلى فرقته المسرحية. انضم إلى فرقة مسرحية الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وظل معه حتى عام 1983، ثم تفرغ للفن من خلال تقديم استقالته من عمله كمدير عام ليقدم مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة. من أبرز المسلسلات التي قدمها أبناء الأعزاء شكرا: رأفة الهجان، أوبر عايدة، بوابة الحلواني، محمود المصري، يتربى في عزه، في إيد أمينة، حدائق الشيطان، الديلي. شارك في العديد من الأفلام، ومنها فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، احترس من الخط، الواد محروس بتاع الوزير، هلو أمريكا، والكثير من الأعمال. قدم 4 مسرحيات فقط طوال حياته الفنية، وهي طبيخ الملايكة، أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشقة، روميو وجولييت. احتل أسامة عباس نصيب الأسد من الشائعات، كان أبرزها شائعة خطوبته من السيدة سوزان مبارك سيدة مصر الأولى حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وانتشرت تلك الشائعة كسرعة البرق بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وقيل أنه كان الحب الأول في حياتها، حيث أنه ينتمي لعائلة سرية جدا، وتردد أن مبارك كان يغار كثيرا من أسامة وقد ظلمه كثيرا في عمله. وأزعجت تلك الأقاويل أسامة عباس كثيرا، الأمر الذي دفعه لتكذيبها في تصريحات صحفية ولقاءات تلفزيونية. وكشف حقيقة علاقته بعائلة سوزان مبارك مؤكدا أنهما مجرد جيران بحي مصر الجديدة، وتربطه علاقة صداقة قوية مع اللواء منير ثابت صديق عمره وشقيق سوزان الأصغر. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.